لكي يحبك ربنا سبحانه وتعالى سوف تتيسر لك كل أمور السعادة والنجاح والفلاح والقوة. في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وعينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها. سبحان الله، شوف المعية والرعاية والحماية. الله عز وجل يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، وعينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ده الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. طيب وكيف يحبك الله؟ تكون صادقا في محبتك لله. وكيف تكون صادقا في محبتك لله؟ في أعمال معينة إذا عملتها وحفظت عليها فستتحقق لك محبة الله في قلبك، ثم يحبك الله عز وجل فيتولاك برعايته وكرمه. يقول ربنا عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات الجهل وظلمات الفقر وظلمات التعب النفسي وظلمات متاعب الناس وظلمات الشيطان كل الظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني الطاغوت كل ما عبد من غير الله هذا هو الطاغوت. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وفي الآخرة في نار جهنم، نسأل الله العافية. من أعظم الأشياء التي تحق محبة الله في القلب هو قراءة القرآن الكريم مع التدبر وتفهم، وتقرأ القرآن الكريم كما لو كنت تقرأ رسالة، لأن القرآن الكريم رسالة الله عز وجل إلى العالمين. هذه رسالة جاءت إليك من رب العالمين. تخيل بقى لما يجي لك رسالة من وزير أو من رئيس ماذا تفعل؟ لا، ده رسالة الله إليك، تخصص نفسك أن هذه رسالة جاءت إليك بتدبر وتفهم لتعلم ماذا يريد الذي أرسل إلي هذا الرسالة، ماذا يريد مني عندما يقول يا أيها الذين أمنوا، أو عندما يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يبقى تقرأ القرآن وتستشعر أنها رسالة الله إليك، حتى ذكر آيات النار وذكر آيات الجنة أنت المقصود بذلك. وكثرة ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم الأعمال الصالحة التي يثاب عليها العبد يوم القيامة. ثم المجاهدة، الإنسان لما يجاهد نفسه في طاعة الله وفي محبة الله، لما ربنا عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كلما تجاهد ربنا عز وجل سيرسل لك اختبارات وامتحانات، في كل مرة تنجح في الامتحان بالمجاهدة، تكون محبة الله وطاعة الله عز وجل أولى إليك من كل شيء. ثم التفكر، هام جدا التفكر في أسماء الله وصفاته، التفكر في الكون، التفكر في خلق الإنسان، جسم الإنسان ده يعني الإنسان لو ظل يتفكر فيه. ثم التفكر في رسائل الله الذي يرسله إليك، ربنا بيرسل إليك رسائل ويرسل إلى العالمين رسائل، بس الشاطر اللي يتفكر بغيره، لما تجي لك رسائل موجعة راجع نفسك مع ربنا في حاجة غلط، هكذا تكون سمة الصالحين. كل ما تجي لك رسالة موجعة راجع حساباتك، وربنا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى نتفكر في رسائل الله إلينا ورسائل الله الغير، وربنا عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلاة الليل أيضا من الأمور الهامة، لأن أعظم الطاعات والعبادات هي الصلاة، وأعظم الصلاة النافلة هي قيام الليل. يبقى الإنسان لما يصلي الليل يعني، وربنا عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل مستغفر فأغفر له؟ والناس نيام، ده كنز عظيم جدا. الحقيقة بيحرم نفسه الذي لا يصلي الليل، لا أقوم قبل الفجر وصلي ركعتين أربعة، يعني تختم بواتر طبعا، تكون الختام بركعة واحدة الوتر. فالإنسان يكون حريص على صلاة الليل والدعاء والاستغفار، والحقيقة دي سمة المتقين. يقول ربنا عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني كثير من الليل يأخذونه في الصلاة والعبادة وتلاوة القرآن والاستغفار. أيضا الإنسان يخدم الخلق، لأن أعظم الطاعات والعبادات هو تقديم الخير للآخرين، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم. يبقى خدمة الناس وتقديم الخير لهم ومساعدتهم، إطعام الجائع وإغاثة الملهوف وجبر الخواطر، دي أعظم طاعة، ودي من أعظم النوافل التي ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه. من أعظم النوافل اللي هي غير الفرائض يعني، هي خدمة الناس وإدخال السرور على المسلمين وقضاء حواجئهم وجبر خواطرهم، دي من أعظم الطاعات التي يحبك الله سبحانه وتعالى لها إن شاء الله. ثم الإنسان يعيش بيئة صالحة، لما الإنسان
يعيش في بيئة صالحة، يتخير الصحبة الصالحة، أو يصنع لنفسه هذه البيئة بتلاوة القرآن الكريم، بالذهاب إلى المساجد، بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، بمصاحبة أهل الخير، بالجلوس في مجالس العلم. كل هذه البيئة الصالحة وكل هذه عوامل أكيدة لتحقيق محبة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.